حيت وانا يا جنب الطريق كنت غادي ندوز عليه بالموتور وانا حطيته مع الطويرات هادو، لان اكثر حاجه تقتل الطيور الجديده او البريه هي الوحدانيه، يعني خاصك ضروري انك تحطو مع طويرات اخرين باش ن... السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، انتم الطيورات ديالكم نتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد الفيديو اللي كنت وعدتكم به في مواقع السوشيال ميديا كامله، فيسبوك واتساب انستغرام، وما ظهر لي كنستعمل انستغرام. كنت غادي في الطريق وانا نلقى الطوير هذا مقطع ليه الريش، غنديو غتشوفهم في فيديو ان شاء الله، غندير له فيديو ان شاء الله. اللي غادي نبارطاجي معكم هو ان واحد الطير تلاقيت معاه في الغابه، لقيته في الطريق في الغابه، كانت مقطوعه عليه الريش. وهذا الطير اللي معنا الاخوان ضيف ديال الحلقه، وهذا الضيف ديال الحلقه غني عن التعريف، يعني جميع المواليع تيعرفوا هذا الطير هذا. من بعد الانترو نخليكم تكتشفوا معنا النوع ديال هذا الطير. من بعد ما رجعنا الاخوان، هذا الطير اللي معنا هو يعتبر من الطيور المغردة، كبيرة متوسطة الحجم، ما نقولوش كبيرة الحجم، كبير على طائر الكناري بشوية من ناحية الحجم، يعتبر من الطيور المستوطنة يعني ولد البلاد، يتوفر على تناسق الالوان سبحان الله ما شاء الله. هذا الطائر الاخوان يتوفر على اللون الاخضر والازرق والرمادي والاسود والابيض، خمسة الوان سبحان الله. وهذا الطائر يعتبر من الطيور التي تتزاوج مع الحسون ومع الكنار في القفص الاعلى. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو هذا. وهذا الطير اللي معنا الاخوان مقصي لواحد الدرجة كبيرة، وهذا الطير اللي معنا الاخوان يعتبر من الطيور المغردة، وهذا الطير اللي معنا الاخوان ما تحبوش الناس اللي تتحفظ مقنين. هاد الطير اللي معنا الاخوان التغريد ديالو جميل. هاد الطير اللي معنا الاخوان هو هذا طائر الحسون الظليم، او ما يسمى بسطيلة. لقيتو الاخوان كما تشوفوا معنا هاد الريش كامل، هاد الريش لا نتف ليه، ما عرفتش شكون نتفو في الغابه هنا كامل خاوي. لقيته وانا يا جنب الطريق كنت غادي ندوز عليه بالموتور، وانا نشوف وانا نمشي نهزيتو، جبتو معايا للدار. من بعد ما جبتو قلبتو ما مريض ما بيه حتى حاجه، حطيتو مع الطويرات هادو، لان اكثر حاجه تقتل الطيور الجديده او البريه هي الوحدانيه، يعني خاصك ضروري انك تحطو مع طويرات اخرين باش انه يوريو الماء والماكله. كيف ما كان الطير واخا نقولو الفراخ ما تاكلش الزوان من الدقه الاولى، هما تيفرضوا عليه انه ياكل الزوان من الدقه الاولى. الاخوان الى بغيتي تحطو مع فريخات بحال هكا كانوا عندك قدام، خفتي لي اجيهم، دير لهم فلاجيل في الشرابه، ولا دير لهم الثومه والبصله، او شكرا لكم. واللي بان لكم الاخوان بعدا واش راه بدا تينبت الرويشات ديالو، واش الا نبتهم نطلقوا ولا نكسبوا الاخوان، وقول لي في التعليق اش كاين. شكرا وشكرا بزاف.